طريقة ديال باش نحيدوا هاد العلامة ديال الدرار الأصفر، طريقة باش يعني نسردوا ميساج لليوتيوب باش يحيدوا لنا طلب إجراء المراجعة، باش يراجعوا لنا لا فيديو ديالنا وحيدوا لنا هاد العلامة، هذه العلامة ديال الدولار اللي هي كانت بالأخضر ولات بالأصفر. غادي نسردوا لهم يعني إجراء طلب المراجعة لا فيديو ديالنا اللي هو تم إيقاف الربح من لا فيديو ديالنا، وكغادي نديرو نسردوا يعني طلب المراجعة لا فيديو ديالنا اللي هو فيه تحبس يعني الربح من لا فيديو ديالنا. الطريقة كاين دابا حاليا دابا جوج ديال الطرق. غادي ندفعو الطريقة الأولى اللي هي غادي ندفعو نسردوا لا فيديو ديالنا اللي هي طلب إجراء مراجعة لا فيديو، وفي حالة ما تقبلش الطلب يعني إجراء المراجعة غادي نحاولوا نتواصلوا معهم يعني مباشرة. دابا غادي نسردوا لهم يعني طلب إجراء المراجعة، واخا كتجي فوق لا فيديو كيما هكايا وفين في مكتوبة هنايا طلب إجراء المراجعة، هاهي يقول لك مدة الملائمة بعد الفيديوهات للإعلانات. هنايا قال لك سيدي هنا لا يمكن أن يتضمن محتوى تم تصنيفه بأنه غير مناسب لمعظم المعلنين، قال لك لا فيديو غير مناسب لبعض المعلنين. واخا حنا غادي نصرط لهم الطلب إجراء المراجعة، شنو هو؟ كنجيو هاد الزرقة هادي اللي راكم تشوفوا فيها هنايا، كنكليكيو فوقها هاد الزرقة هادي، كنكليكيو فوقها بحال هاد الشكل هكايا. واخا هنايا قالك هنايا طلب مراجعة الفيديو من قبل شخص فعلي. واخا هنا إذا كنت متأكد من التزام الفيديو والصورة المصغرة والبيانات الوصفية الخاصة بك بإرشادات اليوتيوب بشأن المحتوى المناسب للمشاهدات، مزيد من المعلومات. واخا هنايا مكتوب هنايا لقد نتأكد من أن الفيديو الذي أنشأته يتوافق مع إرشادات اليوتيوب بشأن محتوى مناسب للمعلنين. واخا دابا شنو خصنا نديرو؟ خصنا نفعلو هذا الخيار، هذا بحال الشكل هكايا، ونديرو هنايا طلب مراجعة. هاي البلاصة هادي مكتوب هنا طلب المراجعة، كنكليكي فوقها. واخا حنا غادي نسردو الطلب، هادي الطريقة الأولى اللي هما كيعطيونا كيفاش نسردو الطلب يعني المراجعة ديال لا فيديو، باش يراجعونا لا فيديو ديالنا لحقاش حنا متأكدين. مثلا أنا متأكد من لا فيديو ديالي ما فيه حتى شي حاجة، هما راهم غلطوا. واخا أنا غادي نسرد الطلب في حالة ما رفضوا لي الطلب ديالي، غنحاول نتواصل معهم مباشرة وغادي نهضر معهم بأن لا فيديو راه ما فيه والو، لحقاش لا فيديو كيتكلم على اختراق ديال قناة اليوتيوب، عليها راه وقفوا لي الربح من لا فيديو، ولكن ان شاء الله غادي يكون غير خير. انا نسرد انا اجراء طلب، حنا سردنا لهم طلب مراجعة، ان شاء الله غادي لما تمش يعني قبول الطلب ديالنا غادي نتصل معهم مباشرة ان شاء الله. هنا في مكتوبة هي تم ارسال الطلب، هنا ما كتم كيتسرد الطلب كتسنى على مدة يومين يا 3 ايام حتى 7 ايام كيسردوا لك كيردوا عليك في الجيميل ديالك، يقول لك اما تم يعني الفيديو تم تحقيق ربح منه يعني راه مزيان، او من لما رفضوا لك يعني الطلب ديالك غادي تواصل معهم مباشرة ان شاء الله. غادي لفضونا الطلب غادي نوريكم الطريقة كيفاش نتواصلوا مع اليوتيوب مباشرة ان شاء الله، مع منشئ المحتوى ديال فريق الدعم تاع اليوتيوب ان شاء الله. هادشي اللي كان عندنا اليوم، وما نطولش عليكم، وان شاء الله فيديو جديد ان شاء الله. ما تنساوش ديروا لايك، كتفرجوا في لا فيديو ما كديروش لايك. والسلام عليكم، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد.